سيد الوزير، انتم على الرأس ديال هذه الوزارة 15 سنة، واليوم تتقولنا أن كاين إقلاع اللي وقع هذه 12 سنة في هذه الوزارة هذه، وفي نفس الوقت تتقولوا بأن المشكل تخلف في هذه 10 سنوات اللي دازت من قبل. بغينا واحد البوصلة ديال تقييم المواقف ديالكم الحكومية. واش الآن كاين إقلاع ولا ما كاينش إقلاع؟ واش هاد 15 سنة ديال المخطط الأخضر استطاعت توفر اليوم الحولي المغربي الذي يليق بكرامة المغربي، ماشي الحولي ديال 800 درهم. المخطط الأخضر واش وفر لنا الآن الحولي الذي يقدمه المغربي قربانا إلى الله عز وجل، ماشي الحولي ديال 800 درهم اللي ما وازن شي 12 كيلو، ما وصلوا له 1000 لا حتى شي حاجة. الحولي اللي بغينا السيد الوزير حولي يليق بكرامة المغربي، ماشي الحولي اللي كتسوق له أنت في الفضاء العام كذبا وبهتانا أنه داير 800 درهم. لا يوجد حولي في المغرب يليق بكرامة المغربي ب 800 درهم، والحولي دابا راه داير كرونو وصايقر رونو. الحولي الان دابا راه كيغني الاغنيه ديال ميلود المغاربي. شكرا سيد نايب.